أعزائي الشباب، أهلا بيكم معايا حلقة جديدة بتجمعني معاكم. ويلا شباب، النهاردة احنا موجودين معاكم على أرض محافظة الأقصر، وبنكون معاكم على أرض جامعة الأقصر. هنكون معاكم وأهم الفعاليات في النصف الدراسي الآخر من العام الدراسي الجامعي. ويسعدنا أن احنا يكون معانا من خلال هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر. حلقة جديدة ويلا يا شباب. الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، أهلا بيك معنا ومنورنا من خلال يلا شباب. أهلا بيكم، نورتوا جامعة الأقصر. يعني جامعة الأقصر الحقيقة من أكثر الجامعات نشاطا، ومن أكثر الجامعات على مستوى الجودة التعليمية. زي ما بنقول دايما أنها ولدت جامعة وليدة، لكن ولدت عملاقة بشكل كبير جدا. كثير من الكليات، كثير من المقررات وغيرها. أهم التطورات اللي شهدتها جامعة الأقصر في الفترة الماضية ومع بداية كمان الترم الثاني من العام الدراسي الجامعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العام الدراسي كان عام يعني مليء بالأحداث الإيجابية لجامعة الأقصر، من أول اعتماد بدء الدراسة بكلية العلوم، ودي كانت يعني من أحدث الكليات، وكانت نقلة لظهور جامعة الأقصر في الأبحاث. يعني البيزك ساينس هي أساس ترتيب الجامعات على مستوى العالم. بدأت الدراسة بتجهيزات على مستوى عالي، وانتهت الامتحانات فيها في الترم الأول والحمد لله. الحاجة الثانية، كلية الطب أنهت الفترة الأكاديمية، يعني طلابنا هيبتدوا الفترة الكلينيكية، ومعها تواكب معها بدء الحفر في مستشفى الجامعي، وده من أهم الأحداث اللي بالنسبة للقطاع الصحي في الأقصر، أن يبقى في مستشفى جامعي على مساحة 10,000 متر ويضم 300 سرير، ويشمل 3 مستشفيات متحدة في مكان واحد، طوارئ وعيادات ومبنى صرح كبير الحقيقة. صار إن شاء الله بدأ العمل فيه فعلا، ومنتظر ينتهي امتى العمل؟ يعني هو مخطط له 2 سنين بإذن الله، ينتهي جزء بخطة سريعة إن شاء الله، بخطة العمراني بتاعها بإذن الله. برضو في آخر الترم أكرمنا المولى أنه كلية التربية تم الانتهاء من زيارة القطاع، وأقرها المجلس الأعلى للجامعات اللي عقد في أسوان في القريب العاجل بالأمس، اللي هو استصدار قرار وزاري بكلية التربية. وإن شاء الله في الترم الثاني نكون حددنا بدء الدراسة على العام القادم إن شاء الله. يعني بالفعل صدر القرار في المجلس الجامعي اللي فات، تم إقراره وهتشتغل السنة. ترجمته بقى للشكل العملي. بيبقى في زيارة اللي هي لجنة بدء الدراسة، وان شاء الله يعني تبدا مع العام الدراسي الجديد ان شاء الله 24/25 باذن الله. طب ده خبر جيد جدا. يعني كمان يعني برضه كليه التربيه ليها دور كبير في الاقصر، وكمان فيها برامج جديده، وفي طيبه فيها مجموعه من المدارس الاجنبيه المستحدثه، ففي فرصه كبيره لطلابنا يعني يكون رافض لقطاع التعليم قبل الجامعي من خلال كلية التربية. برضو التعليم المدمج شغال، وفي دراسات عليا، دبلوم ودكتوراه مهنية. يعني الحمد لله في خطوات مبشرة بإذن الله. كده هنوصل لكام كلية في جامعة الأقصر؟ احنا حاليا 8 كليات بالكلية التربية، وفي كليتين برضو من الأحداث بدء يعني الانشاءات فيهم تمت حاليا في الميت فدان، اللي هو كلية الهندسة وكلية طب الأسنان، حاليا ابتدت الخرسانة برضو الانشاءات فيها، يعني على يعني قدم خطة قريبة جدا برضو ان شاء الله. يعني بنتمنى احنا خلال بعد كده شوية نبتدي اللائحة بتاعتها، والكوادر اللي عشان تنشئيها لازم تبقى مكتملة. حاليا كل كلية بتبدأ لازم تكون مكتملة الأركان من الإمكانيات التعليمية والبشرية.
الحقيقة من ضمن الأحداث الهامة جدا اللي كانت موجودة على أرض محافظة الأقصر وبرعاية جامعة الأقصر في الفترة اللي فاتت في نهاية شهر واحد، كان التعاون مع اتحاد الجامعات العربية والبرنامج التدريبي الخاص بليدرز 2030 اللي تم عقده هنا برعاية جامعة الأقصر بحضور 20 دولة عربية بالإضافة لجامعاتنا المصرية وشبابهم المختلفين. الحقيقة كان حدث رائع وإحنا شرفنا بحضوره وتخطيطه. أنا بشكر قناتكم المحترمة إن هي يعني شاركتنا الاحتفال ده، وصراحة يعني سيادة الوزير عمرو عز السلامة كان حاضر بنفسه الافتتاح، حاضر بنفسه، وكان معالي الوزير محمد أيمن عاشور تحت رعايته والدكتور مصطفى رفعت، وكان يعني هي ظروف توقيتات هي اللي منعتهم، لأن كان في نفس يوم انعقاد المجلس الأعلى، وكان برضه الدكتور أشرف صبحي طبعا برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم يعني العالي هو معهد عدد قادة. المنظومة كلها كانت متشاركة، لأنه ده عمل وطني، اتحاد الجامعات العربية أكثر من 20 دولة عربية مشاركة، فشبابهم بيجي في مصر الأمن والأمان والأقصر بآثارها ونيلها، فكان فرصة يعني إن جامعة الأقصر تكون مشاركة وعضو رئيسي في مع معهد أعداد القادة في هذا الحدث. وأنت هنا بتوري شباب العرب الثقافة المصرية والصعيد هما كانوا مبهورين جدا الحقيقة بكل حاجة شافوها، يعني منظر الصورة النهائية في النيل، يعني والناس بتصور قدام النيل كان منظر جميل، شبابنا وأطفالنا كانوا موجودين. برضو كان حتى خلال الكلمات اللي ألقيت أنه الشباب هو المستقبل، هو مستقبل مصر ومستقبل العرب، والتحديات اللي بتواجهها الدول العربية والأمة العربية تحديات جسيمة، العالم كل يوم جديد، الذكاء الاصطناعي أصبح شيء متدخل في كل، لا يمكن السيطرة عليه يعني بأي شكل، فما كناش احنا نسابق فده فرصة ان شباب دولة جامعات زي ما كنت بقول امبارح هم اللي هيمسكوا الجامعات، هيبقوا رؤساء جامعات، هيبقوا وزراء، فانت بتزرعي فيهم الانتماء وأهمية وضعهم في الجامعات، مش مجرد بس، والجامعة مش مجرد محاضرات وامتحانات وشهادة، لا، ده هي بتشكل الجزء الثقافي والتنموي والحضاري والوطني في حس الطلاب، وخاصة في وجود اللي هو الجيل الرابع من الدوشة خلال الفيسبوك وخلال الأخبار والبرامج المغلوطة. ده انت دلوقتي من خلال الذكاء الاصطناعي بتتعمل لك برامج على لسان زعماء سابقين باخبار مغلوطه، واللي بيبحث ما يعرفش هي مصدرها ايه. ده حقيقي. فانت بتنبههم، وبيحاضر فيها مجموعه يعني قويه من مختاره جدا الحقيقه، من يعني الدكتور اللواء الكبير محمود حافظ، معالي الوزير نفسه لما اتكلم نفسه كاب دكتور عمرو عز السلامه كان بينصح الطلاب من هذا التوجه بإذن الله، ونتمنى كل التقدم والازدهار لطلابنا وطلاب العرب جميعا. هي فكرة ان يتم تجميع شباب 20 دولة عربية بالاضافة لشبابنا من جامعاتنا المصرية كلها، كل دول يتجمعوا على ارض الاقصر هنا وبرعاية جامعة الاقصر وبحضور الطلبة في ضيافة هؤلاء الطلاب من كل مكان، كلهم بيتجمعوا وبيتعلموا جديد وبيتعلموا ازاي يبقوا قادة ويبعتوا رسالة للعالم كله ان احنا اهو الشباب العرب موجودين كلنا مع بعض، ايد واحدة، كلمة واحدة،
بنتجمع على الأرض المصرية. فالرسالة كانت واضحة وجميلة الحقيقة، ونفس الوقت هم كمان استفادوا من البرنامج التدريبي واستمتعوا جدا بالبرنامج الترفيهي كمان في الأقصر. يعني المزارات، النيل، الآثار، ودي تاني مرة الحقيقة تحصل، هو تاني مرة ينعقد في تاني سنة، السنة اللي فاتت برضه في نفس الميعاد الدورة. الدورة التالتة، الأولى كانت في الأقصر والتانية كانت في الجامعة الأمريكية البريطانية، والدورة الثالثة في جامعة في الأقصر تاني. إحنا نتمنى أنه يعني من خلال الدورة دي في يوم كامل في رحاب كلية الطب، لأنه عندنا إحنا يعني جامعة الأقصر إمكانيات في كلية الطب كان زارها معالي الوزير عمرو أسد سلامة وأثنى عليها، يعني تضاهي جامعات. بقالها قد ايه كلية الطب هنا؟ كلية الطب السنة الثالثة اللي هي ثلاث حديثة لسه، بس حديثة اثبتت وجودها طبعا بشكل كبير، فيها يعني امكانيات تعليمية تضاهي اي جامعة، مش هقول خاصة، اي جامعة عالمية برضو. يعني فيها جزء كبير من التعليم الطبي المستمر، في سيميوليشن، في اسكي، في كل الأدوات اللي تسمح بتدريب الطالب خلال الفترة الكلينيكية على ما يوازي المريض. ويمكن ده كان خلال فترة كورونا كان أساسي. احنا دلوقتي استفدنا منه أن الطالب قبل ما فعلا يواجه المريض ويتعامل معاه يجرب كل الخطوات، الفحص بالجزء التقني الموجود في الكلية، حتى قسم التشريح مزود بأناتوماج اللي هو ليه بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في التشريح. فتح لهم الواي فاي والبنك المعرفة في الكلية بحيث انه كل الفيديوهات، كل الحديث ممكن من خلال بنك المعرفة اللي هو يعني فخامة الرئيس عباس فتاح سيسي بيعتبر بنك المعرفة اقل شيء يقدمه لشباب مصر الجامعات، وهو يعني كل الدول العربية والأجنبية بتحسدنا على وجود بنك المعرفة بكم المجلات والكتب والحديث في العلم متاح لكل طلاب الجامعات وأعضاء تدريس للعملية البحثية مجانا. الدولة هي اللي بتدفع كل هذا لتسهيل العملية التعليمية ومواكبة التقدم الموجود في العالم. بصفة حضرتك طبيب في الأساس، يعني أنت شايف أن كلية الطب جامعة الأقصر من الكليات الوليدة المبشرة جدا بالخير بإمكانياتها الموجودة، طبعا المبنى بتاعها ما شاء الله، يعني مبنى مختلف تماما في يعني معماره وفي شكله الخارجي وطرازه. يمكن الفترة اللي أمضيتها في جامعة جرير بلادي كعميد لكلية الطب 7 سنوات اللي قضيتها في قطاع العلوم الطبية وفحص كثير من الملفات لإنشاء كليات طب جديدة، يعني كل كلية طب جديدة بتفتتح من أول لغاية العالمين في الوادي الجديد، في الدلتا، في زرنا كلية طب القوات المسلحة، خدنا كل الإمكانيات اللي موجودة وهي نفسها الأحدث ما وصل إليه تم توريده وجوده هنا، وكمان حاليا أصبحت لي قيمة علمية وتعليمية ومادية. يعني اللي موجود فيها عشان توفر ده كده محتاجة مليارات، الموجود في كلية الطب الأقصر. ويكفي أنه أحدث حاجة برضو، أنا مش هقول وزير التعليم العالي فقط ودكتور مصطفى بدبولي، الدعم اللي معمول في كلية الطب حاليا تم دعمها بأكثر من 500 جهاز كمبيوتر لعقد الامتحانات الإلكترونية، منهم 250 جهاز لكلية الطب فقط الجديدة. يعني كلية الطب الجديدة الطالب هيمتحن إلكترونيا داخل الكلية، يعني دي برضو بتدي فرصة ان الامتحانات الدورية خلال السنوات الدراسية تكون في الامتحانات الإلكترونية، وتم توريد الأجهزة يعني خلال أيام إن شاء الله تكون جاهزة للعمل. دي برضو توجيهات القيادة السياسية
توفير العدل والمساواه في الحكم على الطالب. الاتحاد الالكترونيه مش بتسمح لاي تدخل يعني بني، يعني ما فيش حد يقدر يلعب فيه. الحاجه الثانيه الطالب بيبقى ما فيش رهبه ده ورق ده مش عارف، ما فيش، كل الظروف مهيئه لكل الطلاب. وكمان ليه جدوى اقتصاديه برضو، الورق، الطباعه، الحفاظ، البيئه، كل دول احنا يعني الكليات القديمه تلاقي اطنان من الورق بتاع الامتحانات واطنان من كل، تجاوزنا احنا المراحل دي، تجاوزنا وفرنا الامكانيات دي، وكمان طريقه التخلص منها تخلصنا منها. فالامتحانات الالكترونيه بتعتبر طفره في التعليم الجامعي، وبالنسبه لجامعه الاقصر تعتبر من اولوياته. تقريبا معظم الكليات في جامعه الاقصر بتعمل امتحانات الكترونيه. كمان يعني كليه الطب دايما ليها المؤتمر الطبي السنوي، يعني السنه دي هنعقد في ميعاده برضو، هيبقى الدوره الثانيه اعتقد. الدوره الثانيه والله هو كليه الطب احنا عملنا انه ده يبقى حاجه سنويه لكليه الطب، بحيث انه المؤتمر الاول عقد العام الماضي وكان حاضره مجموعه من اعلام التعليم الطبي. المؤتمر الثاني هيكون ان شاء الله في الاسبوع الاول من مارس، وهيكون قبل رمضان باذن الله يعني مباشره، يعني هنلحق بسرعه. لا لا، ما فرصه الناس تشوف الاقصر قبل رمضان. بيحضر فيه مجموعه كبيره من يعني الوزراء السابقين، و يعني نقول رموز علوم الطب في التعليم الطب في مصر، يعني الدكتور حسين خالد هيبقى موجود وان شاء الله، الدكتور عادل العدوي، الدكتور نادي بدراوي، الدكتور احمد تودي كان مدير اكاديميه الطب العسكريه، الدكتور وجد طلعت من اعلام الطب في التعليم الطبي. فكل دول هيبقوا في ضيافه جامعه الاقصر، والغرض منه كما تم في الدوره الاولى انه تعليم شباب اعضاء تدريس من المعيدين مدرسين مساعدين بطرق التعليم الحديثه في القطاع الطبي، وكيفيه التقييم للطالب. اختلف الطب في التقييم عن ما تم ايامنا احنا في الثمانينات طبعا، يعني طبعاً. اليوم بيفرق مش السنين، فرق كتير مختلف. وبرضو حتى المستشفيات والتعامل مع المريض اختلف، يعني انت حاليا بتتعامل مع المريض بشيء من الاحترافية، ما عادش اسمه طالب بيتعلم في مريض. انت الطرق كلها اختلفت وتعددت الحقيقة بالظبط كده، وحتى الشهادات نفسها، يعني احنا نتمنى باذن الله كده رب المستشفى تظهر على السطح ونقدر نعمل ندخل دراسات عليا، لان الدراسات العليا هتفرق لتعليم الطب كثيرا. الماجستير والدكتوراه بيفرقوا كثير مع الشهادات المهنيه في مصر. كليه الطب وزيارتها من الليدر 2030 هو الغرض منه انك انت بتعرض جامعه الاقصر وكليه الطب لشباب العربي، لانه هينقل الصوره دي انه جامعه الاقصر كليه الطب في صعيد مصر فيها الامكانيات دي. سياسه الدوله انه تزود عدد الوافدين، هو ده احسن شيء بتعرضه، انك انت الناس تيجي عندك وتشوف طبعا امكانياتك. عنديها امكانيات هائله في كليه العلوم اللي هي بدات الدراسه من المعامل، يعني فيها اجهزه يعني جهاز بي سي ار متعدي 3 مليون حاليا، في مجموعه فيها حاسب آلي جزء كبير وأحدث الأجهزة. فيعني إن شاء الله بنعتمد على وجود الإخواننا العرب الطلاب في هذه الزيارة، إن احنا نوريهم إمكانياتنا، وفي نفس الوقت دعاية لجامعة الأقصر وكليتها لزيادة عدد الوافدين إن شاء الله. هل صحيح ان مجلس الجامعه وافق على ادراج مقرر فن الاتيكيت واساسيات المراسم والبروتوكول
عشان يدرس في الترم الثاني في جامعة الأقصر في جميع الكليات؟ هو مش ده بس، يعني انا احنا طلبه في وزاره التعليم العالي مقرر ان كل جامعه بتختار مقررات تلزم بها الطلاب للدراسه مناسبه ليها بشكل او باخر حسب الاقليم نفسه. والحاجه الثانيه انه عشان الطالب ما يبقاش منزعج مش يضاف للمجموع، مجرد بس بتعمل بها كل 10 طلبه بيعمل ورقه بحثيه نشاط. الاساس في المبتدئين الموضوع الاولاني الاساسي اللي هو الاقصر تراث وسياحه، ده موضوع من المرفق مع هذا الموضوع، انه مش معقول انت تبقى طالب من جامعه الاقصر وتروح في اي مكان تاني لما تسال عن الاقصر ما تعرفش تجاوب، تعرف تاريخها، تعرف اثارها، يعني الرموز اللي فيها، المناطق الاثريه، يعني دي كان مدخلنا. المدخل الثاني طبعا مش عايز اقول من بعد 25 يناير طريقه تعامل الطلاب وطريقه تعامل الجمهور كان في نوع من الريسبكشن كده، اللي هنقول يعني ايه، الناس تقدر بعض في اي مكان. دلوقتي تلاقي الطالب مش مستوعب التعامل مع زميله ازاي، مع المعيد، مع المدرس المساعد، الموظف نفسه بيتكلم مع القائد بتاعه ازاي. فكان من الضروري بداية العام الدراسي كان جزء حازم انه الالتزام بالتقاليد الجامعية بطريقة ما، انه الطالب يبقى مظهره في ضوابط جامعية، يعني ما تخلش ببنطلون مقطع والسلاسل والكلام، يعني ما يليقش. فضفنا عليه انه على فكره البنات في الاقصر، يعني عشان معظمهم من الاقليم، على الرغم اللي جاي من مناطق كتير في فنون جميله وسياحه، كله بيراعي اللي هو التقاليد الشرقيه بتاعتنا. يبقى الجزء بتاع الاتيكيت التعامل ازاي كان يجب، فاضفناه كمقرر جامعي، انه برضو انت لما بتروح برضو في اي مكان بتعبر عن الجامعه بتاعتك، فيجب انك انت تتعامل انت وداخل مع زميلك او جزء واحد كبير داخل الممر، ما تبقاش انت تتصدر في الطريق، ما تبقاش انت تسبقه، كلها حاجات بسيطه في القعده، في الحركه، في الحديث، ما يبقاش الصوت صاخب، كلها يعني مش هتبقى فيها يعني مش الاكل والشرب، اكيد في الاكل والشرب بس اساسيات تعامل، يعني احنا افتقدناها دلوقتي في مجتمعنا. والحقيقه المؤسسات التعليميه المفروض ان هي تعمل على ده، يعني بجانب طبعا المؤسسات الدينيه مهم قوي، لان الاثنين ليهم تقدير وتقديس وليهم كلمه مسموعه، فلما نحاول نرجع من خلالهم القيم والعادات بتاعتنا احنا كده بنربي شبابنا تاني، صح؟ هو ده المهم، هو مش الماده العلميه فقط يعني. بالظبط، احنا بقول الجامعه هي البيت والمعلم والمثقف واللي بيمثل ثقافة بلد، مش احنا يعني كلية، لا احنا كلنا لينا ثقافة شرقية ولينا تعامل. الشيء اللي كان في الامتحانات، انا الطلبة كانوا في حرج، ان انا ما كنتش يعجبني طالب يعني داخل الامتحان ومفروض ان هو يعني بيركز ومركز في شعره اكتر من الامتحان، فكنت بقى يعني بسحب الكنهات منهم. وانا بقى يعني ظاهره غريبه جدا بين انا الشباب، قلت لهم انا يعني كان في حوار مع انت الوالد والوالده في البيت، احنا كلنا في بيتنا كده، الموبايل اصبح هو الملتقى، هو اللي بيعلم للاسف. فانت بتقعدي في قاعده منزليه اثناء الاكل تلاقي التليفون شغال، الولاد تلاقي في قاعده كده قاعدين كل واحد بيمارس هوايته على الموبايل، وبالتالي اصبح دور الجامعه دور المربي مره اخرى، انه اذا كان ولي الامر متهاون او ما فيش وقت، لا الجامعه، رئيس الجامعه وعميد الكليه والوكلاء فهم اولياء امور طبعا، ده دور المؤسسة التعليمية الحقيقة.
يعني دكتور الحقيقة الوقت مر بسرعة جدا مع حضرتك، بس أكيد مش هنقدر نختم لقائنا غير لما توجه رسالة للشباب اللي بيتابعونا، شباب في جامعة الأقصر وشباب الحقيقة على أرض مصر كلها. يعني أهم حاجة تقدر تقوليها لشبابنا اليومين دول، البلد مستثمرة كل إمكانياتها وتطلعاتها في شباب الجامعات وشباب مصر. شباب مصر 60% من القوى هم القوى الحقيقية الحقيقة فعلا، فمستقبل الوطن بيد الشباب. مصر بتواجه ظروف يعني ما واجهتهاش قبل كده، يعني انت بتبقى عندك موقف معين بتعديه بفترة، يعني مرت السياحة أيام العمليات ومر الإهراب، فبيبقى إنما أنت تبقى داخليا وخارجيا محاط من جميع بتحديات، يعني أي دولة تاني ما كانتش ممكن تصمت في مواجهة هذا. فالقيادة السياسية معتمدة على شباب مصر لأن هم الطاقة المتجددة بتاعتها، ولما تستثمر فيهم هي بتبني مستقبل هذا الوطن. فبقول لشباب كل واحد يعمل انت دورك، العلم والثقافة وتعرف تحدياتك وتعرف بلدك عايزة منك ايه. البلد مهما كان الظروف اللي بمر بيها، القطاع التعليمي والقطاع الصحي مستثنين من كل حاجة، يعني الدولة في يعني اذا كان بتضغط في حاجات، انما موضوع التعليم والانشطه والصحه دول اساسيين لان هم العصب الاساسي لاستمرار التقدم والنمو. الدوله متفتحه جدا في كليات الحاسبات وحتى المؤتمرات وحتى التدورات التدريبيه علشان هذا الموضوع. القطاع الطبي نفس الكلام، قطاع التعليم. يبقى دوركم انتوا دلوقتي انتوا تستفيدوا من الامكانيات دي. يعني يكفي ان اقول لك الطالب في القطاع الجامعي في المدينه الجامعيه في الرسوم ما يتعداش دلوقتي 1 على 100 من اللي بيصرف في التعليم في اي مكان تاني. الطالب بيدفع من 1000 ل 2000 جنيه كل حاجه طول العام الدراسي، 350 جنيه مقيم في المدن الجامعيه في الشهر، 350 دول لو قعد في اي مكان يجيب وجبه هيخلصوا. ده بياكل بيهم ويعيش في إقامة بقى في شهر كامل. ده ليه؟ علشان هم من المستقبل هذا البلد. ف يعني شوفوا دور مصر، شوفوا أهمية بلدكم، شوفوا العالم بينظر لكم وبيحسدكم وكمان مش عايزكم تتقدموا. يبقى أنت لازم تبقى متمسك بحقك في التعليم، بحقك في الثقافة، بأنك تكون فعلا أمل مصر، وزي ما بيقول رئيسنا أنه طالما مصريين في إيد واحدة محدش هيقدر يفرض إرادته. أكيد. أستاذ دكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، بشكرك جدا لوجودك معنا من خلال هذا اللقاء الموسع، وبتمنى دايما كل التوفيق لجامعة الأقصر بكل كلياتها وأقسامها المختلفة. أنا بشكر حضراتكم على وبرنامجكم الجميل على وجودكم وسطينا، وبتمنى مشاركتنا في كل الأحداث اللي هي بتشهدها جامعة الأقصر بما فيها المؤتمر القادم إن شاء الله، ونلتقي فيه مع ضيوف مصر. وبإذن الله كل الخير لجامعة الأقصر وكل الخير لمصرنا الغالية. أعزائي الشباب، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن دايما هنكون معاكم في لقاءات جديدة بتجمعني معاكم في كل مكان في إقليم جنوب الصعيد، وحلقات جديدة. ويلا شباب، شكرا وإلى اللقاء.